بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أبناء طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم ومرحبا في شرح مادة فيزياء واحد. معنا اليوم درس منحنى الموقع والزمن، الدرس الثالث في الفصل الثاني. هنبدأ نعرف إيه هو منحنى الموقع والزمن، ونحط الموقع فين، على اي محور، والزمن على اي محور. هذا ما سنتعرف عليه، وايش فوائد هذا المنحنى، ايش الفائده منه، وكيف نحسب السرعه. كل هذه اشياء ندرسها في هذا الدرس. يلا، منحنى الموقع والزمن ابناء الطلاب هو عباره عن رسم بياني وضع فيه احداثيات الزمن على المحور الافقي. فين احداثيات الزمن؟ هنا وضعت على المحور الافقي، تمام. مكتوب الزمن اهو اس الثانية، هنا صفر ثانية، واحد ثانية، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة ثانية. ثم وضعت احداثيات الموقع اللي هو دي على المحور الرأسي. طبعا هنا الدي صفر، خمسة متر، عشرة متر، خمستاش، عشرين، خمسة وعشرين، ثلاثين، وكتب للموقع اللي هو رمزه دي ووحدة المتر، تمام. يبقى منحنى الموقع والزمن ابناء الطلاب هنا وضع في المنحنى على المحور الافقي الزمن، وعلى المحور الرأسي الموقع، تمام. طيب هذا الخط أبناء الطلاب، الخط المستقيم هذا يطلق عليه اسم خط الموائمة الأفضل. ليش خط الموائمة الأفضل؟ لما نيجي نعمل تمثيل بياني، يعني الواحد الصفر مع الصفر، والواحد مع الخمسة، الاثنين مع العشرة، أحيانا يبقى فيه كسور بسيطة مع الاثنين، كسور بسيطة مع العشرة، فالنقطة ممكن تنزل عن هذا المكان شوية أو تطلع شوية. فلما اعمل خط الموائمة بحاول اخلي الخط قريب من كل النقاط، عشان كده سمي خط موائمة. هو افضل خط مستقيم يمر باغلب النقاط. هذه مفردة ممكن تجيني في الاختبار، خط الموائمة الافضل هو افضل خط مستقيم يمر باغلب النقاط. طيب منحنى الموقع الزمن اللي امام الان ايش فوائده؟ الفائدة الاولى تحديد موقع الجسم عند اي لحظة. سألت اي حد فيكم موقع الجسم عند اللحظة اربع ثانية كم يطلع في نقطة التقاطع هي، يروح على المنحنى أو على الإحداثي الرأسي يلاقي 20، تمام. يبقى عند أربعة ثانية كان الموقع 20 متر. طيب لو طلبت 6، واحد هيقول لي 30 متر. طب لو طلبت 7، واحد هيقول لي 40، 7 35. طب لو طلبت 10 يبقى كام؟ 10 يتطلب منك إنك تمد. طيب عند الزمن 10 ثانية كان كام؟ واحد بيقول لي كان 50 لو مدينا الفوق هنا ومدينا الخطوط هنا. ليش ب50؟ لان كل ثانيه ب5، اذا كل 10 ثواني ب50، كل 20 ثانيه ب100، وهكذا كل واحد ثانيه تعطيك 5 امتار، تمام. يبقى تحديد موقع الجسم عند اي لحظه، خلاص. تحديد زمن الجسم عند اي موقع، لو انا قلت لاحد الطلاب عند الموقع 10 كان الزمن كام؟ هيمشي افقي لغايه ما يتقاطع مع الخط الموائمه، بعدين ينزل على المحور الافقي يلاقيها كام؟ يلاقي 2، اهو نزلنا لقينا 2، يبقى عند الموقع 10 كان الزمن كام؟ 2. طب عند الموقع 40 كان الزمن كام؟ 8، برافو عليك. ليه 8؟ لان 40 تديني 8، الواحد بيدي الخمسه يدي 1، وال10 يدي 2، وال15 يدي 3 ثانيه، بقسم على 5، صح؟ صح، تمام. احد الطلاب قال لي نقسم على 5 على طول، بالفعل نقسم على 5. فلما اقول الموقع 40 كم زمنه؟ يقول لي 8. طب الموقع 50 كم زمنه؟ يقول لي 10. طب الموقع 80 كم زمنه؟ يقول لي 16، تمام، وهكذا. طيب يبقى تحديد زمن الجسم عند اي موقع، خلاص. رقم 3 من فوائد المنحنى تحديد سرعه الجسم. كيف احدد السرعه؟ هذا نشتغل عليه في هذا الدرس ابناء الطلاب، ازاي نحسب سرعة الجسم. هذا الدرس والدرس اللي جاي هنتعلم كيف نحسب السرعة، هنجيب الميل وهنعرف هذا بالتفصيل ان شاء الله في الدروس اللي جاية. يبقى تحديد السرعة. اخيرا وصف حركة الجسم. هذا المنحنى او الرسم البياني اللي امامي يقدر يوصف لي حركة الجسم، ايوه، من خلال اقدر اقول ان ايه، كل 5 امتار يقطعها في واحد ثاني، كل 5 امتار في واحد ثانية، فهذا يدل على ان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة او ثابتة، تمام. وصفت حركة الجسم انا، وصفتها ان كل ثانية تمر بيقطع 5 امتار، كل ثانية تقطع 5 امتار، فهذا دليل على ان وصف الحركة هنا
يتحرك الجسم بحركة منتظمة وسرعة منتظمة. هذه أبناء الطلاب فوائد منحنى الموقع والزمن، 4 نقاط. هنتكلم تفصيلا عن تحديد السرعة، سرعة الجسم. نشوف الأول قبل ما نشوف السرعة، جيب لي تطبيق على اللي فات، يعني كيف أحسب التايم عند أي موقع وكيف أحسب الموقع عند أي زمن. بيقول لي متى يصل العداء إلى بعد 30 متر؟ هذا السؤال بالكتاب. فين 30 متر أبناء الطلاب؟ هاي 20، ها هنا 25، هنا 30. عندي 30 همشي لغايه ما تقاطع مع الخط المستقيم وانزل، هلاقيها كام؟ احسنتم، 6 ثانية، يبقى تي يساوي 6 ثانية. هذا اجابه سؤال متى. لاحظ ان متى لازم نرد عليه بايه؟ بتي، تايم، بالثواني، تمام. طب اين؟ سؤال اين؟ اين هنا يبقى بيقول لي حدد الموقع، تمام. الموقع عند كام؟ عند او بعد مضي 4.5 ثانية. فين 4.5؟ هنا، هنا في 4 وهنا في 5. فين 4.5؟ يعني بين الاثنين، هنا في هذه النقطة اللي على مؤشر السهم تماما. هطلع اشوف الاعلى لما تقاطع مع الخط الموائمة واروح امشي افقيا، الاقيها بين العشرين والخمسة وعشرين اللي هي تمام 22.5 متر. يبقى الموقع هنا، اين كان العداء بعد مضي 4.5 ثانية؟ عند الموقع دي يساوي 22.5 متر، تمام. هذا تطبيق ابناء الطلاب على ازاي احسب الزمن عند اي موقع وازاي يحسب الموقع عند اي زمن. تعالوا نشوف كمان مسائل تدريبية على هذا الموضوع. متى كانت السيارة على بعد 25 شرق نقطة الاصل؟ في نقطة الاصل هذه، ها هذه نقطة الاصل. طيب يبغى ايش؟ نقطة الاصل 0 و0 اهي. بيقول لي متى كانت السيارة على بعد 25 متر؟ فين 25 متر ابنائي؟ ها 25 متر هنا، هذه 25، بس احط مؤشر السهم او الماوس عليه، هذه 25. كيف عرفت؟ بين الصفر والخمسين 25، تمام. هنا بيفترض في هذه المسألة ابناء الطلاب ان الاتجاه الموجب اللي هو الاعلى يعني هو اتجاه الشرق، والاتجاه السالب الى اسفل هو اتجاه الغرب. لحسن حد يقول لي ده الاعلى يبقى الشمال واللي تحت يبقى الجنوب. فعلا هو ده في الاتجاهات الاصلية الاربعة، لكن ساعات في المسألة بيفترض عليك أشياء. هنا بيفترض أن الاتجاه الأعلى هو اتجاه الشرق، هو اتجاه الموجب، والاتجاه الأسفل هو اتجاه الغرب، الاتجاه السالب. هو بيقول لي شرق نقطة الأصل، هذه نقطة الأصل وشرقها يعني أعلاها، أعلاها يعني هنا، هذه 25. متى؟ يبقى همشي إلين ما أتقاطع مع الخط الموائم الأخضر وأنزل، ألاقيها كام؟ 4 ثانية، تمام. طب أين كانت السيارة عند 1 ثانية؟ عند 1 ثانية ادور على الزمن 1 ثانية. فين الزمن 1 ثانية؟ اهو، هطلع لاعلى لغايه خط الموائمه، اهو تقاطع معها عند الدي كام؟ 100 متر، تمام. احسنتم. شوف السؤال اللي بعده. في الشكل التالي اجب عن ميال انطلقت السياره من الموقع 125. هنا في السؤال بيقول لي صف حركه السياره، الوصف بالكلمات اللي احنا هناخده ان شاء الله من التمثيلات المتكافئه، وصف بالكلمات. هتوصف، هتقول ان السيارة بدأت حركتها، هذه نقطة البداية، بين ال 100 والـ50 يبقى 125. فين شرق؟ لو كان بيقول لي ده الاتجاه الشمالي بقول شمال نقطة الأصل، لو كان بيقول لي اتجاه الشرق بقول انه شرق نقطة الأصل. وبدأت وتحركت حتى وصلت للثانية كام؟ عند الثانية 5 أبناء الطلاب كانت فين؟ عند الثانية 5، تقاطعت مع خط الأفق عند الثانية 5، يعني وصلت للموقع 0 عند الثانية 5، تمام. هذا وصف بسيط لهذا السؤال. متى كانت السيارة على بعد، نفس السؤال، متى كانت السيارة على بعد 25 متر؟ فين 25؟ هذا 5 0، تمام. وأين كانت السيارة عند 4 ثانية؟ هذا السؤال. هتشوف أنت فين 25؟ بين 0 و50 هنا، هتمشي تشوفها تقاطعت، هوبا 4، تمام. وأين كانت السيارة عند 4 ثانية؟ 4 ثانية هنا، اطلع عند 25، تمام. هذه الإجابة حقت السؤال، يعني متى هتديك 4 ثانية وأين هتديك 25، تمام. هذا إجابة السؤال. عندي سؤال الواجب أبناء الطلاب، بيطلب مني في هذا الشكل، بيقول لي ركض الأرنب بضعف سرعته، يا ترى لو مركض بضعف سرعته هل هيديني
الرسم البياني بهذا الشكل ام هيختلف؟ طب لما يركض الارنب في الاتجاه المعاكس هل المنحنى خط الموائم هيبقى بنفس الشكل ولا هيبقى لاسفل ولا كيف؟ لان هو بيقول لي هذا الرسم يمثل منحنى الموقع والزمن، الارنب بيهرب من كلب، صف كيف يختلف هذا الرسم البياني اذا ركض الارنب ضعف سرعته واذا ركض في الاتجاه المعاكس. هذا سؤال للتفكير للواجب ابناء الطلاب. الى هنا نصل الى نهايه درس اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.